تعالى كمان مرة معانا كمان مرة. هايل الله يخليك. انت عارف انه ما اعرفش في المغرب عندكم كده ولا لا، احنا في مصر دلوقتي بس. الاغنيه دي بتتقال في حلقات الذكر والمدائح، يعني هي طبعا معناها عظيم، بس هتلاقي فرق الانشاد عندنا في مصر بتغنيها في الذكر. احنا عندنا في المغرب كانت دايما بيحطوها في القاعات السينما في القهاوي، وفي يعني دايما القلب يعشق كل جميل. ما فيش مغربي مش حافظها صراحه. انت سمعتنا حاجه صغيره من مدائح في المغرب. سمعنا مغربي، نقول مغربي اغنيه عرس الفرقه مش هتبقى معاك بقى. احنا سكرنا شنو نقولوا مغربي امداح نبوي هو هيذكرني بقى بنسى. طب يا ريت الوالد ينضم لينا تغني بقى تشجع مراد. اتفضل بقى.
بس نقول مغربية. هنقول مدائح نبوية مغربية. التحفة. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. ألم يردك الرحمن في سورة الضحى؟ حاشاك أن ترضى وفينا معذب. تدللت في البلدان حين سبيتني، وبت بأوجاع الهوى أتقلب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول في كفاي. طفل يضمها تذوق طيها الموت والطفل يلعب. لا الطفل ضي عقل يحنو لما بها، ولا الطير ذو ريش يطير فيهرب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. فلو كان لي قلبان عشت بواحدين، وأترك قلبا في هواك يعذب. لكن لي قلبان تملكه الهوى، لا العيش أهنى لي ولا الموت أقرب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بمناسبة أجواء رمضان، كل عام وأنتم بخير. قولي أغاني مراد الجديدة لاقت استحسانك وهواك ولا لا معترض عليها؟ وفعلا كل ما كنت نتمنى شفته في مراد، ولله الحمد هذا من فضل الله. سمعت أغنية سيدتي؟ صح نعم، هنسمعها لك تاني دلوقتي. شكرا لك. أغنية سيدتي من أغاني الأولى أغاني من بعد فوزي باللقب. اشتغلت فيها مع المنتج العالمي رضوان، كانت من ضمن الجوائز بتاع الفوز باللقب. يعني اشتغل مع رضوان. يعني كانت لها علاقة بالكونترات وبالعقد. صح، اشتغلت مع رضوان وأنا اخترت يا سيدتي عشان أهديها لكل السيدات العربيات. طيب غني لنا بقى يا سيدتي. يا سيدتي ومولاتي، حبي لك أهديته، هاكي مفاتيح قلبي، قصرا لك فرجته.
يلا تفضل يا استاذ. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا سيدتي ومولاتي حبي لك أهديت هك مفاتيح قلبي قصرا لك فرشت يا سيدتي ومولاتي حبي لك أهديت هك مفاتيح قلبي قصرا لك فرشت أنت الأميرة فيه منذ الآن أنت الحاكمة والسلطانة أنت الأميرة فيه منذ الآن أنت الحاكمة والسلطانة وأرتضي بديلا عنه حبا وحنانا يا سيدتي ومولاتي حبي لك أهديت هك مفاتيح قلبي قصرا لك فرست يا سيدتي ومولاتي حبي لك أهديت هك مفاتيح قلبي قصرا لك فرست يا سيدتي. شكرا. حلو جميل. مراد أنا سعيدة أنه أول زيارة ليك في القاهرة. أنت بتتعرف على المدينة اللي أنت أكيد شفتها عبر الشاشات قبل كده، بس المدينة دي بتحتضنك وبتقولك أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. والأبواب والشبابيك مفتوحة لصوت رائع جاي لنا من بلاد المغرب، صوت أثبت تواجده في برنامج المسابقات عبر العالم العربي، إنما في اللحظة دي بيبتدي مستقبله الفعلي متسلح بصوت وتراث واخده من كل الأقطار اللي موجودة من المحيط إلى الخليج. مراد بتمنى لك كل التوفيق يا رب إن شاء الله، وبتمنى إنك تلاقي أغاني تليق بصوتك. الله يخليك. مراد بريقي من المغرب هنا في القاهرة.